وإذا أردنا أن نطور التعليم ينبغي ألا نتعجل في تطوير التعليم. فالمجتمعات للأسف الشديد تتعجل دائما في تطوير التعليم وتعتقد أن تطوير التعليم يمكن أن يتم في 5 شهور أو 6 شهور أو 7 شهور أو سنة. ولكني أقول أن جميع النظم التعليمية التي قامت بتطوير تعليمها في معظم الدول التي طورت تعليمها بشكل جيد استغرقت من 9 سنوات إلى 12 سنة. ومن هنا لأنها بدأت من أول السلم التعليمي. كل المحاولات التي تحاول تطوير التعليم عندما تبدأ مع نهاية السلم التعليمي فإنها لا تحقق نجاح، ولكن ينبغي أن نبدأ من أول السلم التعليمي وهو من المرحلة الابتدائية. علينا أن يكون هناك أهداف استراتيجية واضحة، لابد أن تكون هناك آليات تنفيذ، لابد أن تكون هناك الجهات التي سوف تنفذ ذلك، خطة زمنية واضحة، ماذا نريد لكي نطور التعليم، كم سنة، 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، وتكون هناك أيضا مؤشرات قياس لقياس هذا التطوير أولا بأول. لابد أن يكون هناك خطة واضحة، فترات زمنية محددة، أهداف محددة، مؤشرات قياس نقوم بقياسها بصفة مستمرة لكي نستطيع تطوير هذا التعليم مع تحويله من مهارات من الحفظ والتلقين إلى مهارات البحث والتفكير، أي أن تكون الدرجة في الامتحانات والاختبارات في التقويم على الأقل 60% على مهارات البحث والتفكير، حتى يمكن أن نغير منظومة التعليم لدينا ونهتم بها بشكل مختلف. وعايز أقول أن دائما ما يقول البعض خارج الصندوق، ما فيش حاجة اسمها خارج الصندوق ولا حاجة، إحنا عندنا نظم وتجارب عالمية تمت بشكل جيد، علينا نستفيد منها بدرجة كبيرة، ولكن ما يتفق مع المجتمع لدينا في هذا المجتمع. يمكن أنا عملت بيبر في يعني مؤتمر تطوير التعليم إن شاء الله اللي جاي بتكلم فيه عن تصور مقترح لتطوير التعليم بالحال الوضع الراهن اللي احنا موجودين فيه حاليا والمنطلقات اللي احنا هننطلق منها لتطوير هذا التعليم ورؤية لتطوير التعليم في خلال 6 سنوات. ان احنا نبدأ بأولى وتانية وتالتة ابتدائي نطور التعليم، هنغير المناهج وفقا لمهارات البحث والتفكير، هنطور أساليب وطرق واستراتيجيات التدريس، هنعمل تنمية مهنية للمعلم بما فيها كيف يمكن أن ننمي مهارات التفكير وكيف يقيس هذه المهارات، أيضا تطوير البنية التكنولوجية داخل هذه المدارس،